اتفضل. طارق عامل ايه يا حاج؟ نحمد ربنا. اسمع يا شيخ خلف، لو كنت فاكر انها داري على عملتك عشان ولد طارق تبقى غلطان. ربنا لو كاتب له الموت لا انت ولا اكبر منك هتقدروا تعملوا له حاجه. كنت عارف انك هتقول كده. تفضل. طارق عامل ايه يا حاج؟ نحمد ربنا. اسمع يا شيخ خلف، لو كنت فاكر انها داري على عملتك عشان ولد طارق تبقى غلطان. ربنا لو كاتب له الموت لا انت ولا اكبر منك هتقدروا تعملوا له حاجه. كنت عارف انك هتقول كده. ربنا يبارك لك فيه. السلام عليكم. رايح فين؟ تعرف انت لو رجلك خطت عتبة الباب ده خطوة واحدة هيقتلوك. ما ياخد الروح الا اللي خالقها. تعال بس تعال. تعال اقعد وقول لي. انت رحت سراية برا عليهم مال. رحت سراية برع ليه؟ هما اللي خدوني. خدوك ليه؟ ما اقدرش اكشف سر حد. لو كان على السرقة احنا نتعدي. ما سرقتش! ما سرقتش! وبنت اخته اضطريتها بحاجة؟ يعني ما جربتش عليه؟
مسيت البنت يا شيخ خلف. البنت زي ما كانت، زي ما دخلت عليها زي ما طلعت. أنا عايز أسمعها منك من غير لف ولا دوران. البت بك العلم عند الله. يعني ايه؟ ما عملت لهاش حاجة؟ انطق! اشتهيت. اشتهيتها من جواي. شيطانها غلبني. عاود انت ورجالتك احسن لك. كل العمدة انا ورجالتي مش هنمشي من هنا الا ومعانا الكلب اللي عمدتك متويه في ده. كلمة واحدة زيادة وهفرغ الخزنة دي كل ايه في صدرك. هطلع لهم. لا هنا ببيتي حدش يقدر يهوب ناحيتك، واللي برا دول هيبرئوني زيك. مش لازم يبرئوك، مش لازم انا كمان ابرئك، لا يبرئنا كلنا ورب العالمين. ماليش صالح بيكم، انا مش جاي اتعارك معاكم، انا اللي ليا. انت مالكش عندي حاجة. هتتستر على مجرم يا عمدة؟ لا انا ولا انت نقدر نقول عليه مجرم. في حكومة تاخد لك حقك، وخلي بالك الشيخ خلف ما هيخرجش من بيتي الا على المركز. ده اخر قولك يا عمدة؟ عشان خاطر كلبي زي ده تضيع الرجالة اقل واحد فيهم بلقطه برقبته؟ قول عمل ايه الشيخ خلف، والرجاله هي اللي تحكم. سرقني؟ سرق؟ لو سرق مليون اردهم ومعاهم الدية. في غلط الكلام ده يا رجاله؟ اكسر الشر عندي واطرد الكلب ده من بيتك وانا هقول لك عمل ايه. ما تقول قدام الرجاله عمل ايه، قول. ولا حاجه، ولا حاجة. وسع انت اهو، وسع
كده يا سيدنا؟ عايز تموت نفسك والبلد كلها توجع في بعضيها؟ اقعد صيغ عليك النبي، لا تقعد. ايه اللي مصحيك يا حبيبي؟ شمني اطلع معاه واقعد جاره. حاضر. عاوز اسلم على سيدنا. تعال يا ولدي. زيادة يا عبد الرحمن. خد يا أمي. جرب. توحشتك. أنت الحين. غيرانة يا هاي. توحشتك قوي. تخنق لغبتك كده. أنا بخنقك كده؟ لا. عارف أنا بحبك قد إيه؟ قد الدنيا دي كلها. اجيب مين كبير يعقلكوا وانتوا كبارات البلد؟ يلا يا ابو رعبيه، خلي رجالتك يرجعوا وانت عمدتنا. مش هنشرب شاي ولا ايه؟ الشاي قول. يعني الشاي هنشربه كده؟ مش تقول لنا اتفضلوا. اتفضل يا عماد بيه، اتفضل يا وائل بيه، اتفضل يا حاج برعي. انا مش جاي اتضايف يا عمده، بس خليك فاكرها وقفت جنب كلب شارس زي ده قبل ناسك واهلك. يلا يا رجال. اتفضل يا احمد بيه، اتفضل يا وائل بيه. اتفضلوا. اطمن يا حاجة، طارق بخير وهيفضل بخير طول ما قلبه وقلوبكم عمرانه بالايمان. اطلع معانا ومي في فرشته، وما تنسيش كل ليلة تجري له آية الكرسي. حاضر يا سيدنا. هتاجي تاني؟ العلم عند الله، كله بإذنه. بيتنا هيفضل مفتوح لك على طول يا سيدنا. بيتكم طاهر وربنا هيجعله مفتوح دايما للخير. فين الحرام اللي عندك يا عمدة؟ أنا ما عنديش حرامية يا سعادة الباشا، أنا عندي الشيخ خلف والمتهم بريء. عارفين يا سيدي، سلمني بقى الشيخ خلف. الله، فين هو؟ انا اهو قدامك اهو. خدوه. شكرين يا عمده. سلام يا باشا. مع غربي تاخد رجاله وياك وتركبوا الناقص اللي اسمه برعي ده، هو ورجالته، واللي يقرب من الشيخ خلف طخوه على طول. اوامرك يا حاج. يلا. وانت يا دغار. اوامر يا عمده. تاخد رجاله وتعسكروا قدام المركز. يلا. اوامرك يا عمده. عجباني العصايه دي. هات يا اخوي. انت بقى اللي سرقت الدهب والالمازات وعامل لي فيها والي يا اخويا. شوف وائل بيه هيعمل معاك ايه. يبقى خلي عفريت الارض بتاعك ينفعوك. هو في عفريت غيرنا ولا ايه؟ طب الحق خد من يد السمحه دي لاحسن يطلع علينا ايتين ويسخطنا جرود. يدك. قلبوه شوفوا معاه ايه وفيشوه ورميه في الحجز. عايز عينيكم ما تغفلش عنه. تمام يا فندم. قول ايه؟
أنا هدخل أريح لي ساعتين وقبل ما النهار يطلع تكونوا جبتوا لي قراره. ها تمام، بس هو هيموت في إيديكوا. تمام يا باشا، ما تقلقش، كله تحت السيطرة. مش قادرة عليها لوحدي، الله يخليك. ماشي، ما أنا جنبها أهو. لا إله إلا الله. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فأتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا والآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافة يا عين صاد، كافة يا عين صاد. وانصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا افتح الباب فإنك خير الغافرين. واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين. هاتلنا كرسي يا سيد، شكل القعدة هتطول. أنت طلعت متعدد المواهب بقى يا شيخ خلف. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك. بقى في رجل ماله هدومه زيك كده سرق له سرقه بنص مليون جنيه، نفتشه ما نلاقيش معاه قرش صاغ واحد. واحملنا بها حمل الكرامه مع السلامه والعافيه في الدين والدنيا والاخره. من هنا لحد ما يجي الفيش بتاعك، تعال اتعرف. اسمك ايه؟ انك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا. مش سامعني ولا ايه؟ مع الرحمه. بقول لك اسمك ايه؟ وابداننا والسلامه والعافيه في ديني و... الحكايه بقت كده. ماشي. الله. 10 مليون بس ده اللي عرفت اجيبه. عندك مشتري تاني؟ لا لا لا، ده كده فله. انا كنت احلم.
ادخل. تعال. امال فين سيدنا؟ جاي. اقعدي اقعدي. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. كافة يا عين صاد. انا هفهمك على كل حاجه. تعالي يا حبيبتي على الاوضه. تعالي يا حبيبتي. تعالي ربنا يهديكي. اهلا 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 يا باشا، شرفتنا. اهلا بيك يا عمرو. اهلا بيك يا عمرو. عماد بيه القرشي شريكي. اهلا وسهلا يا عماد بيه. اهلا بيك، شرفنا. تفضلوا تفضلوا. تفضل يا عمرو. تفضل. تفضل يا عماد بيه. تفضل. تفضل يا عمرو. تفضل يا باشا. تفضل. ادخلي. احب على يدك يا سيدنا. استغفر الله والنبي، اديني بس فرصه استبارك بيها. هاني بيه منتظر جنابك تحت. مشربات. مشربات منتظر جنابك تحت. اتفضل اتفضل يا بولنا. اتفضل اتفضل يا سيد الناس. مفيش حاجة تاني كده شفتها جنب دول في الزرنوج نستبارك بيها بس والله. اهلا اهلا يا سيد الناس. اهلا. اتفضل يا سيد الناس. اتفضل يا سيد الناس. اتفضل. جدع اسمه هذا اللي تحت ده جدع طماع حبتين. هو حب يلفلف عليا، قلت له لا، مولانا ده متجوز بنت تاني. إذا ظهر حاجة كده قدامك في الزرنوج يبقى فضفض معايا. الناس دول يا جماعة كانوا فعلا مدهشين. أنا قربت أصدق خلاص إن هما فعلا كانوا جايين من الفضاء. والله عندك حق يا أستاذ. الشيخ خلف. اهلا يا مولانا. اتفضل يا سيدنا. اتفضل سيدنا. استغفر الله. اجر ده بقى بعد اللي سمعته من عماد بيه. بجد بجد انت مكشوف عنك الحجاب. ويا ريت يا ريت نشوف الفلوس. اجل. اه طبعا نشوف الفلوس بعد الشغل نتعرف على بعض. اهلا وسهلا.
انا اتجوز من ده؟ من مين؟ من دجال؟ دجال ايه يا ياسمين؟ ده ولي من الاولاد وكمان مهندس. ده فتح كنز لخالك يسوى ملايين. عارفه يعني ايه ملايين يا ياسمين؟ يعني ايه وهبابات؟ انتوا مفيش في دماغكم غير الفلوس؟ مش حاسين بالمصيبه اللي انتوا عملتوها؟ لو مسميها مصيبه يا ياسمين يبقى لازم افهمك كل حاجه. انت يا بنتي مش عارفه انت كنت في انهي حاله، مش عارفه كنت بتعملي ايه في نفسك. اهدي يا ياسمين كده وافهمي. الراجل ده من يوم ما اتجوزك والحمد لله رجعتي احسن من الاول. انت كنت عاوزاني اعمل ايه يا بنتي وانت بتعرف لحمك وبتقطعي في هدومك وعايزه تمشي في الشوارع عريانه؟ والله عايزه تفهميني انك كنت خايفه عليا وبس، على سلامتي وبس، ما كنتيش طمعانه في الكنز اللي فتحه لكم. الدجال ده لازم يطلقني وحالا. انا مش قادره اتصور ان واحد بالبشاعه دي ممكن يشوف لحم. الدجال ده يتجوزني انا؟ والله لو انطبقت السما على الارض ما هيحصل. اقعدي اقعدي. اتفضل يا مولانا. استني يا بنت. اوعي كده سيبيني. هو فين؟ اطلعي اوضتك، ما تنجلهوش الا بامري. اطلعي. معلش يا سيدنا، والنبي ما تزعل منها، دي لسه عيله صغيره مش فاهمه حاجه. اطلعي. حاضر حقك علينا. يلا يا بنتي اطلعي. اهدى يا مولانا كده امال. طب المدام مراتك امال مين الهانم؟ خد حاجتك وتوكل على الله. ارجع مطرحك وقعدي لحد ما تاخدي حقك. ليه مولانا اوفر كده؟ انا في حياتي ما شفت مشايخ بالطريقه دي. هما مش بيقولوا كل شيخ له طريقه ولا ايه؟ تشربيها يا باشا. تشكر يا عمده. انا مضرب من واحد زي ده وانتوا واقفين تتفرجوا؟ انا اكيد بقى. لا ده كابوس. اهدي يا ياسمين يا بنتي، حرام عليك. اخرج بره. قولي لي يا ماما يخرج بره. انت عارف انت لو ما خرجتش من هنا انا هرتكب في الجنايه. لو قربت مني انا هموت نفسي. الحمد لله على السلامة. انت طالب. شاكرين يا عمدة على حسن الضيافة. اهلا. شرفت. شرفت. الله يخليك. اشوفك على خير. مع السلامة. مع السلامة. اه ما تنساش تتصل. طبعا طبعا يا باشا طبعا. سلام. مع السلامة. استنى يا شيخ خلف، استنى الله يخليك، البنت لسه صغيرة ومش فاهمة حاجة. إيه؟ في إيه؟ الشيخ خلف طلق ياسمين وعاوز يمشي ويسيبنا يا أخويا. تمشي؟ تمشي كيف يا سيدنا؟ والله ما أنت ماشي من هنا. سيبنا عجلها. البنت لسه صغيرة، ما فهمش حاجة. ده لولاك كان زمانها دلوقتي في البستان. طلقتها كيف بس؟ طيب أسيبكم بقى تحلوا مشاكلكم العائلية. أشوف وشك بخير يا شيخ خلف. عماد بيه خير؟ طاهر فلوسك عشان ربنا يديك خيرها ويزيع عنك شرها. طيب قول لي اعمل ايه واللي انت هتقول عليه انا هنفذه. خد اللي محتاجه والباقي
اتكفل بيها تامة، اصرف عليهم رعاهم لحد ما الشد عدهم. حاضر يا شيخ حاضر، وابقى ادعي لنا. انا ما عايزاش الفلوس دي، انا جيت عشان اشوفك انت يا سيد. ربنا يزيدك من عندي، الغنى غنى النفس. تفضل يا كده، وصل لك المؤخر والمجد، حسابنا كده اتقفل. اوعي تفوتي فرض، وكل ليله تقرا آية الكرسي قبل ما تنام، واوعي تعدي برجليك مكان نجس. مش هقول لك تاخد اللي محتاج، لاني مال قارون ما يملاش عينيك. سمعتني يا برعي؟ الأرض كلها تعترف ليه؟ ترفسوه؟ وانتي هاتي دي بنتك، شوفي لك حل معاها، لازم ترجع له. هو انا كنت تعبانه ازاي يا ماما؟ انت مش فاكره اي حاجه من اللي كانت بتحصل لك يا بنتي؟ فاكره حاجات زي ما تكون كوابيس احلام، والشيخ خلف هو اللي عالجني. ايوه. اتجوزني ليه؟ انت اصلك يا بنتي لما كانت بتجيلك الحاله الله لا يعيدها عليك يا رب، كان حالك بيبقى حال، هو اشترط يتجوزك عشان يعالجك، بس كان كل همين انك تتعالجي. بعدين ده شرع الله يا بنتي. عشان يعالجني ولا عشان دهب وفلوس؟ انتي مش عايزه الشيخ خلف يرجع؟ انا هرجعه. بجد هترجعي؟ طبعا هرجعه. استني يا سيدي، استني يا بنتي، استني يا ماما انا جايه معاكي. Thank you.
لا شربات، ارجعي بيتك. ليه؟ خليني جنبك يا سيد. انا ما قدرتش على بعدك، انا ما بقتش عارفه ولا اكل ولا اشرب ولا نام ولا اصحى. انا عشقاك يا سيدنا، ما بقتش قادره على بعدك. قلت لك روحي. لو سبتني هرمي روحي في البحر اغطس ما جبتش. اعمل ايه بس عشان تحن علي؟ جرب كده هتلاقيني عسل قشطه. مش اللي اتجوزت هدي، اللي اتجوزت هدي خربانه مزقوفه. طب اتجوزني وطلقني ثاني يوم، اتجوزني يوم واحد ليله واحده بس، انام في حضنك ساعه كتير علي. يا بنت الناس قلت لك قدري مش في يدي، مكتوب علي افضل سابح في ملكوته، لا ارض تملكني ولا حيطان تقويني، ما عنديش غير قبري تويني ومستني امره. بعد الشر عنك، ما الفالح بس تتجوز المحزه قدي. طب والختمه الشريفه؟ انا اعرف اتزوج والبس محزك كمان. جرب كده خلينا بات في حضنك ليله واحده بس ساعه. يا بنت الناس لما ربنا يريد هتلاقيني بدق على بابك. يلا يلا يا شربان. طب ارجي. لا اله الا الله. العذر بشرك ما خلق شرك غازك نزامك شرك فساد الله شرك والعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بشرك بس الناس الذي يوسوس في صدور الناس. انت مين؟ انت مش خلف اللي انا اعرف، انت بقيت واحد تاني. بقيت واحد تاني كيه؟ ما عرفاش. حسيتيها كيف؟ ما عرفتش، ما حسيتش زي الأول. فيك حاجة اتغيرت، بقيت حد تاني ما عرفوش. انت ما بقيتش سيدنا.
رحت فين يا سيدنا؟ عملت فيك ايه السودة الملبوسة دي؟ البت اللي شبه الجوجة دي ودتك فين يا سيدنا؟ سبتها تاكلك ليه؟ رحت لها ليه؟ ده انا كنت هحادي عليك برموش عيني، كنت هاخدك في حضني وضريك. رحت مني فين يا سيدنا؟ رحت فين؟ دول تمن الشقة. ودول تمن العربية. دول بقى نجيب بيهم شوية ذهب نشبرق بيهم المدام. طاهر فلوسك. خد اللي محتاجه. والباقي اتكفل بيها تاما. اصرف عليهم رعاهم. لحد ما يشد عدو. حاضر يا مولانا حاضر. ودول لي اليتامى اللي هتكفل بيهم. ايوه لحظه واحده. ادخل. ايه يا باشا في تليفونك ليه؟ خير. بور عليا انضرب واتسرق. ايه؟ انا مش معترض على قدرك، عارف ان دي نهاية كل حي، بس اتوحشت ولادي. اتوحشت لهم قوي. حن علي يا حنان، ارحمني يا رحمن. بس انا تعبت قوي قوي. امتى هترضى علي وتاخدني؟ امتى اللقا يا رب؟ امتى اللقا؟ ايه اللي خلاه يخرج بالفلوس دي كلها؟ كان قال لي وانا كنت طلعت معاه راسي، مين اللي نصحه يعمل كده؟ يعني مش هنعرف نرجع الفلوس؟ المغورين شغالين ولو وصلنا لاي حاجه هنتصرف. وهو كمان لما يفوق ممكن يفيدنا باي حاجه، يمكن شاف اللي عمله معاه كده. واحنا لسه هنستنى لغايه ما يفوق. انت عارف كويس قوي ان محدش يعرف ان معاه الفلوس دي كلها ومستنيه على الطريق غير هاني. أكيد هو ورجالته راقبوه. بس أنا ما أقدرش أعمل حاجة ولا أتهمه بأي شيء. ليه بقى؟ هندخل في سن وجيم ورجلنا هتيجي وهتبقى حدوتة كبيرة. ادعي أنت بس يكونوا شوية عيال هجامة هم اللي عملوا مع برع بيه الحكاية دي. والشيخ خلف. وده ماله ده كمان؟ مشي وسابنا ولازم يرجع وأنت سيد اللي عارفين. أرجوك يا عماد بيه تعرف لنا راح فين. هنشوف. ايه مش في بيتها؟ اسمع، تقلب عليها العزبه وما ترجعش وما اشوفش وشك الا ما تعرف لي هي فين. مفهوم يا سيدنا؟ انت فين يا سيدنا؟
يا سيدنا سيدنا يا سيدنا سيدنا جوم انا شربات يا ناس يا خلق غدونا يا خلق يا هو ماله يا ست؟ تعبان شوية يا أخوي. لما توديه المستشفى ما جبلوش ياخدوه، قالوا لي تعالي بعد أسبوع يمكن يفضى سرير. هو في إيه بس؟ استغفر الله العظيم، هو الغلبان مالوش عيش في البلد دي؟ الله يخرب بيوتهم، ربنا معاك ويعفولك. مش شايف هو والله يا ست؟ قادر يا كريم. بقول لك إيه يا أخوي، ما تعرفش مطرح كده نقعد فيه يومين؟ مطرح؟ نشوف. كتر خيرك يا اختي. وانت عامله ايه دلوقتي يا ياسمين؟ بخير؟ الحمد لله. المهم انت يا خالي. انا الحمد لله اصبر روحي واقول كان الحاجات دي ما لقيناهاش من اصله. المهم اللي احنا كنا جينا عشانه حصل الحمد لله. يبقى ايه اللي معادنا يا اخويا؟ نرجع مصر. ارجع فين؟ انا لو رجعت البس البدله الزرقاء. عليا الشيكات يا ياسمين تحبسني. مقدر ومكتوب اقعد هنا في العزبه لحد ما ربنا يحلها. روحوا انتوا. انا مش هروح. انا هفضل هنا لغايه ما اوصل لخلف. خلف؟ او زمني ايه تاني؟ الله، مش جوزي ولازم ادور عليه؟ ما هو طلقك. وانا ما طلقتوش يا خالي. سامع يا برع البت بتقول ايه؟ هو خلف ده هو اللي هيطلعني من الخيه اللي انا فيها. بس مين يعرف له طريق؟ عين بصت فيك ومن كل عين شفتك ولا صلتش على النبي. أعوذ بكلمات الله التام من كل عين لام ومن كل شيطان. ها
خالي اتجوزني وانا لسه صغيره ما كملتش 14 سنه، كان عايز يخلص مني. ابويا مات وانا لسه صغير، وبعدها امي حصلته، وقعدت انا واخويا عند خالي حسن. اخويا ده كان طيب وحنين قوي، وفي يوم انقلبت به المعديه وغرق. قعدت جار الفور مدعي يا رب خدني معاهم يا رب خدني معاهم، ما خدنيش. قلت ما دام ملاك الموت معياش ياجي اروح لنا، ورحت عشان ارمي نفسي في البحر. كنت عاوزه اموت زي اخويا ما مات. لحقوني وانا بيني وبين الموت يا دوب شهقت نفس. بعدها لقيت امي وابويا واخويا كلهم جوني في المنام، وكان وشهم متكدر وما نطقوش ولا بكلمه واحده، وادوني ظهرهم ومشوا. قعدت ابكي ابكي واترجاهم عشان يسامحوني. النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله. زي ما اتفقنا يا هانم، انت لو عايزاني اجيب لك مشايخ الصعيد كلهم هجيبهم لك. انا عايزه خلفه بس. هجيبه لك، اطمني، اعتبري مرمي تحت رجليك. لا، انت تقول لي مكان والباقي بتاعي انا. ماشي بس كده. ماشي بعد ذلك. وهاني، هاني بيه موبايلاته معاكي، انا براء. هاني بيه لدعته والقبر. انت بتخاف منه بقى. وحضرتك كمان لازم تخافي. سلام. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا. الحمد لله، بركة انك قمت بالسلامة يا سيدنا. الف بركة، الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله. ارجيني يا سيدنا، سيجي عليك النبي لا ترجيني. انت اللي ترجيني. انا؟ هو انا طول؟ انت طول السحاب. ارجيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
لك عندي حاجة. كريمة؟ عوقت عليك؟ تعبتك معايا؟ تعبتني؟ ده انا لو مت دلوك ابقى خدت من الدنيا كل اللي تمنيته واكتر. ده انا ما كنتش احلم افضل جنبك ساعه واحده بس. انت خدتي ايه من ورايا غير غير الفرحه والسعد والهنا كله يا سيدنا؟ اقعد اقعد اما وكلك. نفسي اطبخ لك بيدي بس المطرح ما فيهوش بابور جاز. ده انا كل الخلق بتحلف بوكلي. طب ده حتى الحجه كانت بتتجنن لما الحج يقول لها خلي شربات هي اللي تطبخ. تعرف انا نفسي اطبخ لك ايه؟ ويكا دي هتعجبك قوي. تتجوزيني يا شربات.